تحذير شديد أطلقته وكالة الطاقة الدولية بشأن أمن الطاقة في أوروبا التي تواجه خطر نفاد الغاز خلال شتاء عام 2023-2024. الوكالة المعنية بتقديم المشورة للحكومات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسة الطاقة دعت دول القارة العجوز إلى التحرك الفوري، وخصوصا لخفض الطلب مع اقتراب موسم الاستعمال المكثف لأجهزة التدفئة. وفقا لتقديرات الوكالة، قد تواجه الكتلة الأوروبية نقصا من نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل في حالة التوقف الكامل للتسليم من روسيا، وهو الأمر الذي يفاقمه تزايد الطلب بسبب الانتعاش الاقتصادي للصين التي ستستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ومقارنة بنسبة ملء تخطت 95 لخزانات الغاز في بعض الدول خلال العام الحالي، فإن هذه النسبة لن تتخطى 65% في بداية شتاء 2023-2024. هكذا توقع التقرير الذي لم يستبعد أن تتغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في الصيف المقبل. فعمليات ملء الخزانات الاحتياطية هذا الصيف استفادت من عوامل رئيسية قد لا تتكرر في العام 2023. أولها وفق الوكالة هو موقف روسيا التي نقلت عبر خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها كميات تكاد تكون عادية خلال هذا العام، وتحديدا في النصف الأول منه قبل أن تشهد عمليات الإمداد تباطؤ. فضلا عن ذلك، أدى انخفاض احتياجات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى تسهيل عمليات الشراء الأوروبية، وهو أمر مستبعد تكراره في العام المقبل إذا عادت الواردات الصينية إلى مستواها في العام 2021، فإنها ستستوعب معظم الزيادة التي يمكن أن يحققها الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال، والتي تشير التقديرات إلى أنها لن تتخطى 20 مليار متر مكعب. ولمواجهة هذا الوضع، سينبغي على الحكومات اتخاذ تدابير فورية لزيادة كفاءة الطاقة ونشر الطاقات المتجددة والمضخات الحرارية. تحدث بشكل أكثر تفصيلا حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أزمة الطاقة في أوروبا، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وبوجه التحية لضيفي في هذا اللقاء دكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بسر. معطيات يعني يوم بعد يوم، يعني ربما تقرب أوروبا من مرحلة محفوفة بالمخاطرات على صعيد الطاقة، وربما تفسح المجال لدول أخرى أو لأطراف أخرى أن هي بشكل أو بآخر تسعى لملء هذا الفراغ في مجال الطاقة تحديدا. بالتأكيد الأزمة متشعبة جدا لأنها مرتبطة بالغذاء وبالمناخ وبالبيئة وغيرها، لكن إذا تحدثنا تحديدا عن ما يلاحق أوروبا طاقويا في هذه المرحلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، أين تقف أوروبا في هذه المرحلة دكتور؟ هو حضرتك لو احنا جينا نتكلم أساس المشكلة بالنسبة لأوروبا، أوروبا كانت بتاخد من روسيا 40% يعني من الغاز بتاعها، يعني حوالي 200 مليار متر مكعب سنويا. ال 200 مليار متر مكعب دول لو هي استغنت عن روسيا ودورت على دول العالم كلها تاخد منها الفائض اللي هو بعد التصدير من الدول، ده مش هيكفي، يعني دول العالم كلها مش هتجيب لها ال 200 مليار متر مكعب سنويا. ده مبدئيا. هي كانت بتتعاقد مع قطر، قطر عندها الامكانيه بس مش هتدي 200، هتدي جزئيه بس في خلال سنه 2027، فاذا مش دلوقتي. امريكا وعدتها، احنا بنتكلم في 4 سنين تقريبا. في 4 سنين واحنا اول المشكله حاليا. امريكا وعدتها في اول المشكله ان هي هتديها غاز مسال. معظم دول اوروبا ما عندهاش اماكن للغاز المسال، يعني اولا الغاز المسال لازم يكون عنده بحر، والبحر ده فيه محطات اعاده الغاز، يعني بتاخدوا الغاز مسال وتحولوا الغاز وتدخلوا البلد. ما فيش، وبالذات زي المانيا معتمد عليها، ولذلك بعض الدول اللي ليها بحر اجرت سفن لاعاده الغاز بالسال، اعاده ترجيع الغاز. ده بعض الدول، فدي مشكله.
وعشان يبنوا محطات اعاده اساله مش اقل من 3 سنين، فبرضه دي مشكله قائمه. بعض دول اوروبا مش موجوده على البحر وبتعتمد على الانابيب بتاعت اللي جايه من روسيا، فاذا لو اتقطع الغاز من روسيا الدول اللي ما هياش على البحر ضعت، ما عندهاش مصدر تاني للغاز. الدول اللي على البحر زي المانيا وما شابه من ذلك ما عندهاش محطات الاساله عشان تاخد من بره، وما عندهاش بايبس عشان تتربط مع دول تانية، فاصبحت اوروبا بالكامل عندها مشكله في الغاز. ففكرت طبعا امريكا كانت عشان تمدها بتمدها بحوالي 50 مليار في السنه، ومشكله الغاز المسال لو المناخ مش مظبوط المراكب اللي شايله الغاز مش هتوصل في وقتها. ثانيا التكلفه، لما باخد غاز كغاز في بايبس ارخص بكتير ان انا اخده من غاز مسال من اي دوله تانية. الدوله التانية بتاخده غاز وبعدين تحوله لاساله وتحطه على مركب، كل دي تكلفه، وبعدين بترجع لفين؟ تبعته واعاد اسالته تاني، فقصه كبيره. السؤال، ما البدائل المتاحه؟ هي اوروبا عملت حطت خط مستقيم، قالت لهم انا مش هاخد غاز من روسيا ولكن هقلل، ومش هعتمد على الغاز الروسي بس هقلل استخدامي للغاز وهاخد بدائل الغاز، ودي خط سيء. هقلل استخدامي للغاز معناه انا قفلت مصانع، ولما المصانع اتقفلت هنلاقي ان في بطاله، والبطاله هتضطر تاخد فلوس بالقرض، يبقى في تضخم. المصانع اللي اتقفلت بدات تتجه من اوروبا، بدات تتجه لامريكا، لان امريكا اصبحت تديها المناخ الكامل للطاقه اللي هي عايزاها، فمعظم المصانع بتاعت اوروبا راحت على امريكا دلوقتي. ادي واحد، فاصبحت الصناعه بدات تنزل في اوروبا. هي قالت انا هقلل استخدامي للغاز، فوفرت في الطاقه. بدل ما تجيب طاقه من الكهرباء من الغاز راحت خدت محطات الفحم، فاصبحت ضاره للبيئه. ايوه انا لسه كنت هتكلم مع حضرتك عن البعد البيئي لممارسات الطاقه. ما هي دي مشكلتها بقى، انها قفلت محطات الغاز عشان تقلل الغاز وراحت خدت محطات فحم، فمحطات الفحم ضاره للبيئه. اي نعم سعر الفحم رخيص ولكن سعره ارتفع ل 5 6 7 اضعاف في الفتره اللي فاتت، وكانت بتاخده من روسيا، يعني الفحم اللي كانت بتاخده قبل كده كانت بتاخده من روسيا، فدلوقتي بدات تاخد من امريكا ومن استراليا، فالتكلفه بقت اعلى بخلاف السعر الرئيسي. طيب في ظل التوجه للهيدروجين الاخضر؟ لا ده هيدروجين اخضر ده قصه كبيره جدا. حضرتك بالنسبه للهيدروجين الاخضر هنلاقي ان دول اوروبا اول دول من سنتين قبل الحرب روسيا عامله مذكرات تفاهم مع مصر، اكثر من 22 مذكره تفاهم، منها النرويج. النرويج عندها غاز وعندها طاقه رياح، والنرويج عندها طاقه هيدروجين من 7 8 سنين، عندها عربيات بتشتغل بالهيدروجين. أو من اوائل الدول اللي جت عملت مذكرات تفاهم مع مصر، وفي المؤتمر بتاع كوب 27 حولتها من مذكرات تفاهم لمذكرات تنفيذيه، يعني النرويج بدات ب 100 جيجا من الهيدروجين في العين السخنه. فاذا كل العالم دلوقتي بيتجه الى الهيدروجين الاخضر، لان في كوارث بسبب الحرب بتاعت روسيا، كوارث في البيئه بسبب رجوعهم لمحطات الكهرباء اللي بتستخدم الفحم. لو بصينا لامريكا ما عندهاش كوارث بس 46% من الكهرباء بتاعتها بتستخدم فحم. في امريكا، وامريكا دلوقتي من الدول اللي كسبت مكاسب رهيبه من تصدير الغاز لاوروبا نتيجه طبعا ارتفاع سعر الغاز. لو بصينا على سعر الغاز من سنه فاتت كان سعر المتر المكعب تقريبا بيوصل لحوالي 8 من 10 دولار، السنه دي او في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي لما قالوا ان احنا هنعمل سقف للغاز، سعر اللتر او كان 8 من 10 بقى 3.2 من 10. وروسيا هددته قالت لهم لو عملتوا سقف للغاز على 3.1 من 10 او 3.2 من 10 للمتر المكعب غاز، انا هخليه يرتفع الى 33 دولار او 34 دولار. خد بالك يعني 10 اضعاف. وهي تستطيع لان هي دلوقتي بتمد غاز لمولوفيا، مولوفيا دي بلد تبعها وبتامل انها تروح للاتحاد الاوروبي، فلو قطعته عن طريق اوكرانيا خلاص ما بقى فيش غاز رايح. هذه التلويحات المتبادله يعني من مختلف الاطراف اللي ممكن نقول ان هي ذات ثقل على هذا الصعيد، الى ما يمكن ان تقود العالم؟ هتقود العالم ان اوروبا
هي الخاسر الوحيد في هذه المعركة، ولازم عشان تبتدي، لأن أوروبا فيها دلوقتي مظاهرات كتير جدا، نلاقي في بريطانيا ده كمان مش موضوع الغاز بس، ده عندهم المناخ، المناخ عنده مشكلة كبيرة. يعني أوروبا دلوقتي طاقة الرياح اللي موجودة فيها نتيجة المناخ مفيش، الرياح في طقس وحش جدا، فبالتالي مفيش رياح، فمفيش طاقة رياح عندهم اللي كانوا بيعتمدوا عليها. زي طب ده مش يخشى ان هو يؤثر سلبا على الـ 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 الانتاج، على الطاقة الصناعية نفسها؟ ما هوش كده، بقول لحضرتك معظم معظم مصانع أوروبا اتجهت على أمريكا كلها. وبعدين ده غير الطقس الوحش كمان، عندهم الأنهار في الصيف جفت، وروسيا وفرنسا بتستخدم الأنهار دي في تجفيف، في تبريد محطات الطاقة النووية، ولذلك الطاقة النووية من فرنسا اللي كانت بتمد بيها أوروبا قلت. طيب في المقابل ايه اللي ممكن يعني الاطراف او الدول يا دكتور سامح اللي ممكن نقول ان هي ممكن تشكل قيمه مضافه او بدائل امنه، او ممكن ان هي بقدر تملا فراغ الدول اللي كانت متصدره مشهد الطاقه على مستوى العالم اذا صح؟ يعني قصدي حضرتك بالنسبه للغاز في الكلام؟ يعني تملا الفراغ اللي حصل بفعل الازمه الروسيه الاوكرانيه. مفيش، هو هيملوا، مش هيملوا الفراغ كامل، هيملوا جزئيات. يعني قطر، اذربيجان، الجزائر، نيجيريا، كل الدول دي بتدي نسب بسيطه، لان كلهم متعاقدين طويل الامد، لان هم بيمدوا غاز ما يقدروش يطوا. وبعدين احنا داخلين على شتاء قارس، الشتاء قارس هم بيقولوا ان احنا خزننا ال 100%. طب ال 100% ده لكام شهر؟ هتستخدمه كام شهر؟ لانك انت لما تيجي تخلصه مين اللي هيمدك تاني ال 100%؟ مش هيلاقي. احنا ممكن نقول يا دكتور ان اوروبا هي الاكثر تضررا، اوروبا في هذه الازمه اكثر تدميرا. طيب لو هنوصف مركز مصر او موقع مصر على خريطه الطاقه في هذه المرحله، والى اي مدى ممكن نقول ان هي تاثرت، والى اي مدى ايضا يمكن ان تكون مرشحه لافق ارحب لكي تدلو بدلوها على هذا المستوى؟ السؤال ده كويس بالنسبه لقيمه مصر. اولا مصر احنا اصبح عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز في 2018، فاصبحنا ما بناخدش غاز من حد، وعندنا غاز بنصدره، فمشكله الطاقه بالنسبه لنا صفر. ندي مثال لو احنا هنقول ان احنا عندنا لو خفضنا 5% من الطاقة اللي احنا بنستخدمها، احنا بنستخدم 30 جيجا تقريبا، لو وفرنا 5%، 5% يعني حوالي 1.5 جيجا. طيب ال 1.5 جيجا دول اللي هم محطة الطاقة الشمسية اللي موجودة في أسوان، دي اللي بتديني 1.5 جيجا. طيب ال 1.5 جيجا ده لما أنا بستخدمه بوفر غاز قدامه قد إيه؟ بوفر 10,000 وحدة حرارية، 10,000 وحدة حرارية. الوحدة الحرارية 28.6 متر مكعب. الوحدة الحرارية دي مصر بتديها لمحطات الطاقة بكام؟ هو ده بقى ايه الخط الاقتصادي عشان نعرف مصر ماشية ازاي والعالم بره شكله ايه. مصر بتدي لمحطات الكهرباء اللي هي عشان تطلع الكهرباء، تطلع 1.5 جيجا، بتدي لها الوحدة الحرارية المليون بي تي يو ب$3. ب$3 الوحدة الحرارية دي في سوق أمريكا ب$9. النهاردة في أوروبا الوحدة الحرارية بكام؟ ب$89. نشوف الفرق من 3 ل 89. فإحنا لو وفرنا 5% هنوفر 10,000 لتر، 10,000 وحدة حرارية، 10,000 وحدة يعني $30,000. 30,000 لو في 6 ساعات نضرب 30 في 6 تطلع 18,000، 180,000. ال 180,000 دول لو احنا صدرنا الغاز ده لاوروبا هيبقى بكام؟ هيبقى اكتر من $5 مليون كل يوم في خلال 6 ساعات، ليه؟ محطه طاقه شمسيه. هو ده التحويل الاقتصادي ما بين استخدام الغاز داخل مصر وبره. مصر لم تتاثر بمشكله الغاز، بل تقدر تستخدم الغاز، ونقدر نعمل ترشيد بالاضافه لمحطه طاقه بنبان كمان 5% ب 10%، يبقى نقدر نصدر قيمة الوحدات الحرارية دي يوميا في خلال الست ساعات ب$10 مليون كل يوم. كيف يمكن استثمار التجربة المصرية أخيرا، وماذا بعد دخول مصر إلى مصاف الدول المصدرة للغاز؟ يعني تحولنا من مستوردين
إلى مكتفين، ثم بدأنا ندخل في الآفاق الأرحب للتصدير، ماذا بعد؟ عملنا منتدى الغاز، منتدى الغاز ده اتعمل لأن احنا عندنا محطات الإسالة اللي موجودة في إيدكو وفي دمياط. محطات الإسالة دي هي المحور الارتكازي للدول اللي عندها غاز موجود في المنطقة، لأن الدول دي ما هياش مرتبطة بأوروبا عن طريق بايبس أو عن طريق أنابيب، فبتبتدي لازم تحوله إلى سائل عشان يركب يتحط في مركب. يبقى إذن لازم كل الدول دي تجيب لي الغاز بتاعها عندي، أحوله لغاز مسال، وبعدين يتحط على المراكب ويطلع للدول البعيدة اللي ما فيهاش خط ربط. بس إحنا عندنا خط ربط بايبس بيننا وبين من مصر للأردن، للأردن لسوريا، وما بين سوريا كنا هنربط مع الخط ده في 2011، في 2011 كنا هنربط مع الخط بتاع تركيا، الخط بتاع تركيا اللي هو بيربط على أوروبا، المسافة بين آخر خط في سوريا وتركيا 62 كيلو. فلو اتعمل الخط ده يبقى احنا بنربط مع أوروبا عن طريق البايبس بتاعتنا، وفي نفس الوقت احنا عندنا إسالة كل الغاز اللي عندنا، والغاز اللي بيجي لنا بنعمل له إسالة ويتحط على المراكب ويطلع بره. فأصبحنا احنا دولة محورية في ناحية الغاز بالنسبة لعملية سواء إسالة أو بيتحط غاز عادي. طيب دكتور، بالرجوع لأوروبا، يعني هل ممكن القول إن مثلا بالنسبة لأوروبا طاقة شمسية خارج القاموس الغربي ولا إيه؟ لا، هي عندها المناخ للشمسية ضعيف جدا. وبعدين هو أي حد هيتجه للطاقة المتجددة النهاردة مش هيعملها في يوم، مش اقل من 3-4 سنين. انما احنا بندور على الحل الجذري حاليا بالنسبه لهم مفيش. انما الطاقه المتجدده العالم كله بيتجه ليها، لانه كله بيتجه للهيدروجين الاخضر، والهيدروجين الاخضر معتمد اعتماد رئيسي على الطاقه المتجدده بنوعيتها. احنا عندنا نوعيات الطاقه سواء بقى جيوثيرمال او شمسيه او رياح او ميه. ثقافة ترشيد الاستهلاك نفسها، يعني حضرتك قلت ان من ضمن الحاجات اللي كانت واردة عند اوروبا هي الترشيد، لكن يمكن كدولة المسألة هتكون فيها تحدي كبير جدا زي ما حضرتك تحدثت سابقا. على صعيد يعني اداء المواطنين نفسهم، المواطنين الاوروبيين، يعني هل يبدو ذلك الترشيد في المتناول، وهل ممكن تعظم الاستفاده منه يا دكتور؟ هم الترشيد هم عملوه بطريقه شبه اجباريه، يعني قللوا من اتجاه المصانع، فبالتالي المصانع وقفت وحصل بطاله. قللوا بالنسبه للاماكن اللي هي العامه اللي بتنور بالليل باضاءه كبيره طفوها. استخدام قليل للغاز داخل محطات الكهرباء، فراحوا قافلين بعض المحطات اللي بتشغل بالغاز وشغلوا مكانها فحم، فهو ده الترشيد اللي هم عملوه. لكن كتير بيشوفوا ان ده مجرد مسكن ولن يحل المشكله من جذورها خالص. هو حضرتك ننتظر لاخر الشتاء هنشوف اوروبا متبهدله بسبب الغاز، لان اللي عندهم لا هيكفي طاقه ولا هيكفي تدفئه ولا هيكفي الاستمراريه فيما بعد، لان ما فيش دوله او دول هتديهم الكميه اللي كانت بتاخده من روسيا. ثانيا، لو عملوا سقف لسعر الغاز زي ما هم قالوا ان هم هيخلوه على 3.2 دولار او 285 دولار للميجا، فده روسيا قالت لهم لو عملتوا السقف ده هيطلع السعر ل 33 دولار للمتر المكعب. اللافت ان بيتزامن مع ذلك تحديات مائيه وغذائيه ومناخيه وبيئيه متعاظمه، اوضاع يعني صعبه جدا على مستوى سله العملات العالميه. الى اين يمكن ان تقود يعني هذه التطورات الجذريه اللي بتحصل في مدى زمني قليل جدا المنظومه في الفتره اللي جايه؟ خد بالك ان الحاجه دي اثبتت ان تفكك الدول الاوروبيه بينها وبين بعض، لان في بعض الدول هجمت المانيا قالت لهم انتوا بتدفعوا دعم كبير للشعب بتاعكم، احنا مش قادرين ندفع نفس الدعم. فبالتالي حصل مظاهرات في بعض الدول الكتيره من المانيا وفرنسا وانجلترا وما شابه ذلك. طيب ادي حاجه، يبقى هم كانوا بيدفعوا دعم. المشكله كمان تانية ان المناخ الطبيعه هناك اثرت بالاضافه الى الغاز، يعني انهار جفت، الطقس بقى صقيع زياده عن اللزوم، الرياح بقت قليله، ما فيش محطات رياح شغاله. لما الانهار جفت الطاقه، حتى محطات الطاقه النوويه اللي كانت شغاله في فرنسا وفرنسا بتمد بيها بعض الدول زي انجلترا قلت، لان عندها 25% من محطات الطاقه النوويه في الصيانه
والباقي دلوقتي ما بيشتغلش عشان ما فيش تبريد. صعب ان احنا نتكلم عن الطاقه بمنع عن الاقتصاد، الى اي مدى ممكن ده يؤثر سلبا على صلابه الاقتصاد الغربي بشكل عام، ولا هل بنفصل بين المسالتين؟ لان الاقتصاد واقف على الطاقه تماما، سواء اقتصاد بقى منه صناعه ومنه زراعه ومنه كل ما هو موجود في الدوله واقف على الطاقه بجميع انواعها. فبالتالي الطاقه وقع، المصانع وقفت، ما فيش، ما اقدرش اعمل زراعه لان انا محتاج امونيا، محتاج نيترات، محتاج سماد، محتاج الحاجات دي كلها انا باخدها من روسيا وما اقدرش اعملها عندي، لان هم في الفتره اللي فاتت حاولوا يعملوا هيدروجين ازرق باستخدام الغاز علشان يطلعوا منه نيترات البوتاسيوم عشان يشتغل يحطوها في الارض الزراعيه، استهلكوا كم من الغاز كبير، فبعد كده وقفوا، اضطروا بيدوروا دلوقتي على حد يديهم سماد من بره. فعندهم هم مشاكل اقتصاديه متوقفه توقف رئيسي على الطاقه، وهم داخلين في، وبعدين المعترك اللي جاي بالنسبه لهم لا يقل عن 150 مليار دولار نتيجه خسائر الطاقه سنويا على الاقل، ده على الاقل. هل المساله في حاجه الى توافقات سياسيه او مقاربات اقتصاديه، وان يتم معالجه يعني ما ربما يعني زاد من تفجر هذه الازمه ممثل في الازمه الروسيه الاوكرانيه من الاساس؟ الحقيقه في تقديرات بتشير انه حتى اذا وصلت الدول الاوروبيه الى تعبئه مخازن الغاز بالكامل، هذه المخزونات في احسن الاحوال لن تكفي لاكثر من 3 اشهر، شهرين ثلاثه. هم دلوقتي هم كان عندهم نوفمبر دافي فوفروا الغاز، جه في اخر نوفمبر واول ديسمبر درجة الصقيع عالية جدا، فبدأوا يستخدموا الغاز وبدأ ينزل، كان 100% رفعوه في نوفمبر ل 100%، نزل دلوقتي ل 80%، يعني كمان قدامهم شهرين بالكتير والكلام ده هيستمر. هل حضرتك بتتفق مع البعض ان المسألة وصلت لمرحلة ان علاجها يجب ان يكون سياسيا في المقام الأول وليس اقتصاديا او طاقيا؟ لازم يكون سياسيا، ولازم يكون في اتفاق، ولازم كده هيرجعوا لروسيا، لازم يرجعوا لروسيا. الفحم بياخدوه من روسيا، كانوا دلوقتي بياخدوه باضعاف 7-8 اضعاف، الغاز بياخدوه من روسيا وقف دلوقتي، شوف حضرتك كانوا بياخدوا ب 5 من 10 سنت، يعني ب 50 سنت يعني نص دولار. الغاز وصل ل 8 من 10 دولار، دلوقتي عندهم ب 3 دولار، 3 دولار دي يعني كبيره جدا، يعني 4-5 اضعاف، واحتمال يوصل ل 33 لو عملوا مشكله. بياخدوا البترول عن طريق البايبس من روسيا، لو وقفوا هيضطروا ياخدوا البترول عن طريق المراكب، دي مشكله ثانيه، مشكله كبيره. وكانوا بياخدوا الزيت، بياخدوا الذره، بياخدوا القمح، كل ده من روسيا. فاذا كل ده هيقف، عشان تتحل المشكله لازم يكون في حل سياسي واتفاق بين الدول الاوروبيه بالكامل وروسيا لحل هذا الموضوع. تعال نشوف بقى من منطلق مصائب قوم عند قوم فوائد، صحيح. يعني هل ممكن نشهد نجوم اخرى تبزخ في سماء الطاقه في الفترة اللي جاية، يعني أو إن هي قدر الإمكان تدلو بدلوها؟ توازنات القوى نفسها ممكن تختلف، يعني لو استشرفنا المستقبل قليلا. بعض الدول بدأت تسعى في تجديد محطات الغاز عندها، اللي هي حقول الغاز، بدأت تسعى في إنها تعملها تجديد وصيانة وما شابه ذلك عشان تزود وتصدر، بس ده تاخد قد إيه؟ مش أقل من سنة سنتين، أدي حاجة. يعني ما هيش بسهولة. اوروبا ملت المخزونات بتاعتها 100%، ده مش كده جدعانه ولا عشان الدفء كامل، لا ده كان في سبب تاني، ان الصين كانت قافله. الصين كان عندها كورونا قافله، دلوقتي الصين بدات تفتح الشغل، فبالتالي اللي هيروح لاوروبا لازم يقل، لان الصين بتسحب سحب جامد، بتسحب حوالي 10 مليون برميل بترول كل يوم، ده غير الغاز اللي بتاخده واعتمدت على روسيا دلوقتي. ادي حاجه. كمان عندها البرد الصقيع اللي حصل، محتاجه غاز، حد يمدها بغاز. هنلاقي ان الدول اللي كانت بتسمح لها انها تاخد غاز دول شرق اسيا. دول شرق اسيا نسبه الصقيع عندها اعلى من اوروبا، فمش معقول هتتنازل عن الغاز وتديه لاوروبا. هي اولى بيه بسهل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. عفو. دكتور سامح نعمان الاستاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه، شرفتنا وخير التتويج للقائنا النهارده في البرنامج، جزيل الشكر. عفو. مشاهدينا الكرام اشكر لكم حسن المتابعه والقاكم بعد قليل وساعة اخباريه شامله على شاشه قناه النيل الاخبار. الى اللقاء.